السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله بإذن الله النهارده هنتكلم عن النكل جوينت، ودي وصلة زيها زي الكوتر جوينت اللي خدناها المرة اللي فاتت، بتوصل ما بين عمودين. تمام، ده شكلها، بتبقى مكونة من اي اللي هو الجزء اللي داخل في النص ده، والجزء اللي فوق اللي هو موجود الحافتين ده شبه الشوكة كده اسمه فورك. تمام، وفي عندك البن اللي هو المسمار، والبن هيد والبن كولر والسبليت بن اللي هو البنز اللي بتحط يعني. تمام، اول حاجه تيجي في بالك ان انت لما تشوف الشكل ده هتلاقي كل الابعاد اللي موجوده عليه بدلاله الايه، القطر. تمام كده، ده معناه ايه؟ ده معناه انك مش هتجيب ابعاد. بكل بساطه اول خطوه بس اللي هتجيب فيها قطر الشفت، بعد كده تقول له والله القطر ده انت ايه، ان هو بيساوي 1.1 دي يبقى بيساوي كذا، المسافه دي انت ايه اللي بتساوي 1.2 دي يبقى بتساوي كذا، التي 2 ده هتلاقيه بيساوي رقم من الدي، تي 1 نفس الفكره، وهكذا زي ما انت شايف فوق هنا كده. يبقى انت تقريبا هنا كده زي ما هو مكتوب كده، تمام، تقريبا هتلاقي نفسك كل الأبعاد موجودة. طب بالنسبة للسيجما تي والسيجما كروشنج والتاو موجود، طب الفورس اللي هي البي دي موجود، طب انت هتعمل ايه؟ تمام، اللي انت هتعمله انت هتشك على حاجة من التلاتة. يعني مثلا انت جبت الدي من هنا وجبت كل الأبعاد دي من هنا، فتروح تهمل انك موجود عندك سيجما تي وسيجما كراشنج وتاو، تروح تجيب سيجما تي وسيجما كراشنج وتاو لكل واحد من الثلاثة، مثلا المسمار والفورك والاي، فتجيب سيجما كراشنج مثلا ما بين المسمار والفورك تلاقيها مثلا ب40، ولقيت ان السيجما كراشنج اللي هو مديها لك في راس المسألة اللي هي الأول مثلا ب60، 40 أقل من 60 خلاص يبقى كده الدنيا سيف. طب لو لقيت إن السيجما كروشنج اللي طالعة دي مثلا 70 ولا 80 خلاص يبقى في مشكلة هنا، تروح تعوض أنت بقى بالسيجما كروشنج اللي هو مديها لك اللي هي 60، وتجيب البعد اللي أنت عنده ده وتشتغل على البعد ده. تمام، شوف بس فيديو صغير كده الناكل جوينت. دي اللي هي الأجزاء بتاعتها كلها، تمام كده، اللي هي الفورك والآي والبن والنط، تمام، أو الكولر والبنز اللي هي الكفين في النط وفي العمود نفسه. زي ما هو واضحة هي الأجزاء موجودة أهي، تمام، وده الكولر. لو لاحظتوا هنا البنز ده معمول بتيبر زي اللقطة بتاعت الإيه، الكوتر. تمام، صورة أنا مجهزها قبل ما أبدأ اللي هي الصورة دي، ده البن أو البولت، وده البن هيد، وده الكولر، وده السبليت بن، واللي باللون الأزرق ده الحرفين بتوع الفورك، واللي باللون اللي هو مش عارف الصراحة شكله إيه دي اللي هو الأبيض. تمام، هي الأبعاد كلها مديها لك ستريس بتساوي فورس على الأريا، دي جيفن ودي جيفن، دي بارامترك معناها ان كل الابعاد دي بدلاله الايه، القطر بتاع الشفت اللي انت هتجيبه بس. تمام، طب انت هتعمل ايه؟ عندك تنشن وشيء الكراشنج موجودين، هتعمل تشيك عليهم بالسيفتي. تمام، اول حاجه تروح تجيب قطر الشفت عادي خالص، سيجما تي بتساوي اف على
اريا، الاريا دي باي على 4 دي تربيع. جبت انت قطر الشفط، رحت جبت الابعاد دي كلها بدلاله قطر الشفط. بعد كده ايه؟ هتتشيك على الابعاد دي. مثلا بالنسبه للبين هيد ده، عاوز اجيب الدي واحد، هتشيك ان الدي واحد مظبوط. الجزء اللي انت شايفه ده، ده المقطع بتاع المقطع الجانبي عند الايه؟ المسمار، اللي هو يعتبر انت بتشد من ناحيتك وانا بشد من ناحيتي، تمام؟ فهنقطع الجسم عند الايه؟ عند الحته دي، تمام؟ فالبن ده مثلا بيحصل عليه كراشنج، بيحصل عليه شير فين؟ عند الخط الابيض ده وعند الخط الابيض ده، صح؟ لان الجزء ده مثلا بيشد كده والجزء ده بايه؟ بيشد كده، تمام؟ بالتالي عندك مساحتين، المساحة هتبقى 2، فبالتالي المساحة عندك هتبقى 2 باي على 4 دي واحد تربيع، ودي واحد انت جايبها بدلالة القطر اللي هو دي، فهتبقى عندك معاك البي معاك التاو. هتروح تجيب التاو، يعني انت معاك البي ومعاك المساحة، هتجيب التاو، جيب التاو برقم تقارنها بالتاو اللي عندك، لو أقل تبقى سيف، أكبر تبقى أنسيف، وتشتغل على التاو اللي عندك، تمام؟ للفورك، تمام، اشتغل عليها سيجما وتاو على الجنبين، وكراشنج على المكان اللي فيه الايه؟ البن. هنروح على مسألة ديزاين ناكل جوينت ترانسميت 150 كيلو نيوتن، نديك البي و نديك كل الاسترسز اللي موجودة عندك، تمام، سواء سيجما تنشن او شير او سيجما كراشنج، تمام كده. اول حاجه هتعملها تقول له ايه؟ اول حاجه هتعملها ايه؟ تقول له ان السيجما تنشن تساوي البي على باي على 4 دي تربيع. من هنا تروح تجيب الايه؟ قيمه الدي، تمام، ولازم تبقى قيمه ستاندرد، ما ينفعش تقول لي 50 و4 دي، اقرب حاجه ليه 52، تمام. بعد كده تروح ترص الابعاد الايه؟ اللي احنا قلنا بتيجي من بعضها، هي دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي دي 1 ودي 2، تمام كده. بعد كده تروح تتشيك بقى بالنسبة للبن، قلنا اللي هيحصل عليه شير، تمام، مساحته بتساوي 2 في باي على 4 دي واحد تربيع. هتيجي من هنا هتطلع قيمة للايه؟ للتاو، لقيت ان التاو ب35. طب التاو اللي محطوطة كانت عندك كانت كام؟ كانت 60، تبقى التاو دي ايه؟ سيف، تمام. تيجي بالنسبة للاي، الاي عليها اللي هي اللي باللون ده، عليها تنشن وشير على الجنبين، المساحتين اللي في الجنب دول، وعليها كراشنج في المساحة اللي ايه؟ اللي في النص، تمام. فالسيجما هتساوي ايه؟ تساوي البي على المسافة دي قد ايه؟ دي 2 ناقص دي 1 في تي، دي 2 ناقص دي 1 في تي اللي هي دي، تمام. هتديك الايه؟ سيجما تنشن، سيجما تنشن هتطلع 44 و4، كان مديلك هو ب70، يبقى دي سيف. تيجي على الشير هتلاقيها نفس المساحة، تمام، دي 2 ناقص دي 1 في التي. تجيب تاو، تجيب التاو بكام؟ يطلع نفس التاو، فتبقى سيف برضو لأن التاو ب60. تيجي على الكراشنج هتبقى ايه؟ الكراشنج معروفة اللي هي المساحة اللي ما بين الخطين البيض دول، اللي هي الطول ده دي واحد في الطول في العرض ده او الطول ده اللي هو التي، يبقى دي واحد في التي اللي هي دي. هتجيب سيجما كراشنج طلعت برقم، تمام، المصادفة كلهم طلع نفس الرقم، فهتبقى السيجما كراشنج دي اقل من اللي مديها لك، تبقى هي ايه؟ سي. نفس اللي عملته على الاي تروح تعمله على الفورك، هتلاقي ان هي بتساوي دي 2 الكبيرة دي، قلنا ايه؟ دي 2 ناقص دي 1 في التي 1، بس عندنا كام تي واحد؟ عندنا 2 تي 1، يبقى في 2، تمام، يبقى دي 2 ناقص دي 1 في 2 تي 1. تجيب السيجما تي هتلاقيها برقم، تبقى اقل من السيجما تي اللي عندك، تبقى سيف. تيجي على الشير نفس المساحه، تبقى اقل من الشير، تبقى سيف. تيجي على السيجما كراشنج هتلاقيها، السيجما كراشنج قلنا دي اللي على الايه؟ اللي على المسمار، اللي هي المساحه دي والمساحه دي، تمام، اللي هي هتساوي دي 1 في تي 1، بس مضروبه في كام؟ في 2، تمام كده. هتطلع برقم، تلاقي ان السيجما كراشنج دي اقل من النقطه، يبقى من اللي فات ده كله احنا بنشوف ان الاستريس دي اقل من الجيفن ستريسز، يبقى الجوينت از سيف.
تمام كده. هو ده المثال اللي عندكم في الايه، في الشيت. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الايه، المسائل اللي في الشيت اول باول، كل جزء ايه لوحده. شكرا.